طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. أنا بصراحة في نقاط حابة أتكلم فيها عن موضوع تسريبات لجنة الاحتراف، وحابة الكل يشاركني عن هذا الموضوع أو يقول إيش اللي استنتجوا من تسريبات لجنة الاحتراف أو إحداثيات الاستدعاء والتحقيق. أول شيء، أنا مصدومة من بعض جماهير الاتحاد اللي تطالب بخروج حامد البلوي. أو قبل ما نتكلم عن خروج حامد البلوي، بيقولوا إنه حامد البلوي ترك النادي، وحامد البلوي ما صار بيقوم بشغله في النادي ومو موجود في المعسكر أو التمارين. طيب، أنت حابب هذا الشيء أو أنت تتمنى أن يكون حامد البلوي غير موجود في نادي الاتحاد أو يمشي؟ هذه أمنيتك، ولكن حامد البلوي موجود بيقوم بشغله كمدير تنفيذي، موجود مع أنمار، وموجود مع الكاكي، وموجود في المعسكر، وموجود مع الفريق. لكن احنا بنشوف بنشوف نادي النصر، هم عارفين ان ادارتهم غلطانة. نادي النصر عارفين ان ادارتهم غلطانة في تفريطهم في حمد الله، مرابط، بيتروس، اي لاعب. وما بشوفهم يطالبوا بخروج مسلي او احد من اعضاء او منسوبي الفريق، الا احنا الاتحادين. اول ما تحصل مشكلة نطلب بخروج يا لاعب، يا رئيس، يا مدير تنفيذي. ليه؟ يعني احنا نحقق رغبة النادي المعادي لرفع الشكوى، ولا ونخبط في بعض، ولا احنا نكون يد بيد مع فريق الاتحاد؟ هذا اللي مجنني. انتوا عارفين والكل عارف انه حامد البلوي محارب من كل نادي، مو طايقينه. ليه؟ لان هو ظهر الاتحاد، هو ورا اللاعبين، هو اللي بيطالب بحقوق اللاعبين، هو اللي بيقول الكلام اللي ما يقدر ارجل واحد في رئاسة اي نادي يتكلم. نيجي نقول خلو حامد البلوي يطلع؟ ليه؟ انت مشخصينها مع حامد البلوي، هذا شي راجع لك. بس المفروض نكون يد بيد ضد اي عدو لفريق الاتحاد. ونوقف مع انمار، نوقف مع حامد، نوقف مع مشعل السعيد، نوقف مع اي واحد ضد فريق الاتحاد. أنا مستغربة إنه جماهير الاتحاد، مساء النور، شايفة العدوان، وشايفة الحمد لله تمام، كيف حالك أنت، أخبارك، شايفة العدوان وشايفة الهجوم والمحاربة فريق الاتحاد، وتطلب يسلموا وتطلب البلو يخرج. طيب، قبل انت ما خروج حامد البلوي، هل انت قريت البيان؟
شفت إحداثيات التحقيق والاستدعاء إيش مكتوب؟ أول حاجة أبغى الحكم أو القرار اللي صدر على إدارة الاتحاد حاجة واحدة بس، إنه لم يكن هنالك خطاب كتابي فقط، فاهمين؟ لم يكون هنالك خطاب كتابي خوض مع اللاعب فقط. أحد يقول لك شمال يمين فوق تحت، قل له لا، يوجد كتابي فقط. عشان كده العقوبة شفناها على فريق الإتحاد تعتبر بسيطة، توقف 6 4 شهور وغرامة من 100 لـ300 ألف فقط. طيب، في شيء شدني في البيان، البيان الموجود في طبعا بلجنة الاحتراف، انه الامير خالد بن فهد بن عبد العزيز عرض حمد الله على إدارة الاتحاد، عرض حمد الله على إدارة الاتحاد. بهذا الشيء إنه تم عرض حمد الله على إدارة الاتحاد مكتوبة في البيان، ولكن أنا اللي مستغربة إنه البيان تم تلخيصه في 4 أو 3 أوراق، وهو 74 ورقة، 74 ورقة تم تلخيصها في 4 أو 5 ورقات. يعني الأمير أتواصل مع أنماط إنه راح يكلم الرئيس مسلي في إنه يتم التفاوض أو يعرض عليهم صفقة حمد الله. طبعا إدارة أنماط لازم نتشاور ونتفاهم ونشوف كيف الطريقة. فاتصل الأمير من جواله الخاص على مسلي وقال له تواصل مع أنمار على أساس إنهاء صفقة حمد الله. عشان كده تحرك حامد البلوي، تحرك حامد البلوي للتفاوض مع اللاعب، ولكن الأمير خالد بن فهد طلب إنه الأمور تكون في سرية تامة حتى تتم الصفقة ويردوا عليهم بسرعة. يعني حمد الله اتعرض على إدارة الاتحاد، الأمير كلم مسلي، أنمار خلى حامد يتجه إلى الأمير ويتكلم معه وقال له خلصوا الموضوع ولكن يكون بسرية تامة حتى تتم الصفقة. حلوين؟ حلوين. يعني يجيك واحد من الإعلاميين أو يجيك واحد، شكرا ليك، شكرا ليك على الوردة، يجيك واحد من الإعلاميين أو الصحفيين أو النقاد يقول لك خاين، خاننا، يا قلبي من الخيانة، شيء لا يحتمل. طب أنت ليه ما رحت قلت لمسلي؟ ليه تعرض حمد الله على إدارة الاتحاد؟
كيف تطالبوا بخروج حامد البلوي؟ وأساسا عرض حمد الله على إدارة الاتحاد بمقابل الشنقيطي وحجازي، ولكن أنمار قال ما نقدر نستغنى عن اللاعبين حاليا، احنا داخلين دوري وعندنا مهام وعندنا شغل وعندنا وعندنا، ما نقدر. قال لهم خلاص اللاعب كده كده في مشاكل بينه وبين إدارة النصر وما راح يجددوا معه. معقول؟ وأنا هذا نفسي أسأله رئيس النصر، معقول ما يؤخذ بكلام الأمير أبدا؟ طيب إدارة الاتحاد أخذت كلمة الأمير كعقد، الأمير لوحده كلمته عقد بحسن نية، ولكن غلطتهم الوحيدة إنهم ما أرسلوا كتاب خطابي، بس هذه غلطتهم. لكن يجيك واحد له علاقة جيدة باللاعب وصديقه، وعلاقة جيدة بفريق الاتحاد، وعلاقة جيدة بفريق النصر، ويقدم تسجيلات، ويروح مع مسلي، ومسلي ياخذ معاه واحد من لجان الاحتراف، ويقوم بالشكوى. طيب انت اشتكيت يا مسلي، حلو حلو، فين الشاهد اللي عندك؟ جيبه يجيبوه. فين الجوال اللي سجلت فيه معايا؟ جيبه. طيب مسلي راح مع الشاهد على اي اساس؟ مضيع الطريق ولا مو عارف يوصل ولا ما يعرف يسوق او ما عنده سيارة؟ هذا اللي انا بعرفه، على اي اساس انت تروح معاه؟ طيب أنا سمعت، علشان ما نظلم أحد، أنا سمعت إن إدارة الاتحاد اتفقت مع الشاهد إنه يستلم 130 مليون عشان صفقة، أو دخل في صفقة، أو سهل لهم صفقة حمد الله، ما سلمته إدارة الاتحاد ومرة زعل وراح قدم التسجيلات واخذ عليها فلوس، واعترف بنفسه ايضا ان هو من تسبب في رمي القوارير ومنع الاتحاد من الحضور الجماهيري. طيب جماهير الاتحاد لما تيجي تتكلم عن خروج حامد البلوي، او هو ورط الفريق وما نبغى حامد البلوي وكلام كتير، ليه ما طالبوا بحق اعتبار للنادي انه قاموا بالتحريض وهو ما حرض، وهو تم عرض اللاعب على الإدارة رد اعتبار؟ ليه ما طالبوا برد اعتبار لحمد الله اللي طلعوه خاين؟ ليه ما طالبوا بحق الجماهير اللي اتمنعت ظلم من الحضور؟ ليه ما تطالبوا بحق التسجيلات الغير رسمية والغير قانونية ويعاقب عليها؟ ليه ما تطالبوا بهذه الأشياء؟ ليه تطالبوا بخروج حامد؟ ليه؟ فين مطالباتكم يا جمهور رد اعتبار للاتحاد؟ بما إنه كل شيء واضح قدامكم في البيان أو التسريبات، واختصروها في 3 أو 4 أوراق، أنا مالي شغل، هذا اتحادي، هذا نصراوي، هذا ميول وبطيخ، هذا ميول وهلالي، لا أنا أتكلم اللجنة تعطي دي حقا حقا. تحاسب كل واحد غلطان، عشان كده لجنة الاحتراف ما شافت انه الاتحاد يشيل القضية كلها، عارف انه في يد للنصر.
وهي الشخصية الاعتبارية، أتوقع إنه الأمير. ولكن لما نيجي يطيحوا علينا خاينين كذابين، أخذتوا لاعبنا، تمشوا بالخيانة، تزوير، كلام كبير. طيب اللاعب عرض على إدارة الاتحاد، طبيعي. اللاعب مو راضي يجدد له النصر، طبيعي. اللاعب تم فسخ عقده عن طريق نادي النصر، طبيعي. لكن تتهموا بالخيانة؟ طيب أهو، لا، وكمان يجيك إعلامي سخيف سخيف يقول لك كان الحكم غير مرضي. حكم لجنة الاحتراف غير مرضي. طيب لما يقولوا إنه الشاهد استلم مبلغ وقدره بسبب التسجيلات ورمي القارورة واستلم، فين نزاهة عن هذا الفساد؟ فينهم؟ أنا ما أكلم أحد، أنا قاعدة أتكلم عن قضية تسريبات لجنة الاحتراف، بث مباشر، اللي حابب يدخل يشارك يدخل، اللي مو حابب هو حر. أوكي، جالسة أشرب قهوتي وأقول اللي عندي، ولسه هطلع بث كمان على اليوتيوب. لكن أنا بعاتب الناس اللي بتقول حامد البلوي يطلع. هل حامد البلوي يتصرف من راسه من دماغه، ولا تم توجيهه من قبل أنمار الحائلي؟ لأنه جاله اتصال من الأمير خالد بن فهد، وذكر هذا في البيان، في التسريبات وفي الاستدعاء، ذكر هذا الشيء. وتم التسجيل على حامد، على حمد الله، الساعة 12 صباحا، ويمكن مكالمة مدتها 4 دقائق، وكان في 18، أتوقع 18 18 إيه يا ربي 19 8، سوري. وطلبوا من الشاهد انه يجيب جواله، كان بالنوع الفلاني عشان يسمعوا التسجيل، وثبت انه صوت حمد الله. طيب لما نثبت انه صوت حمد الله، هل هو تصرف من راسه، ولا تم توجيه الإدارة انه تخلص موضوعها مع اللاعب، ولكن يكون في سرية تامة لحد ما يتم كل شيء؟ والله شيء مضحك. لا، ما تصرف من أنمار الحائلي. أجل تصرف من مين؟ اتصرف من مير. اذا كان بنفسه في البيان مكتوب انه انمار الحائلي تم الاتصال عليه من الامير خالد بن فهد، وكده يعني بمختصر الكلام، في عندنا صفقة الفلانية كذا كذا، ليه ما تخلصوا معاها؟ مكتوب عندك في البيان.
واتصل الأمير على مسلي بوجود أنمار، وقال له أنمار تواصل مع أنمار عشان تتم الصفقة الفلانية كذا كذا. واتجه حامد البلوي على طلب من أنمار بتوجيه من الأمير خالد بن فهد، وطلب منهم إن الموضوع يكون فيه سرية تامة حتى يخلص الموضوع. لكن السؤال الموجه لمسلي ما يؤخذ بكلام الأمير، ما له أي صلاحية، وهو داعم أساسي في النادي. يعني لو مو شهادة خالد بن فهد بن عبد العزيز الأمير كانت في صالح الاتحاد وتم الاتفاق على هذا الشأن، ما كان الحكم أو القرار على الاتحاد بهذه السهولة، مجرد توقفات وغرامة. صح ولا لا؟ ومكتوبة مكتوبة. حلو. ومكتوب أيضا في بند من لوائح الانضباط إنه إذا تم تكليف عضو أو منسوب أو داعم من الفريق في صفقة مع إدارة أخرى فهو يعتبر مثل الخطاب الكتابي. وهم مشيوا على كلام الأمير عقد، كلمة الأمير معانا عقد. بس رئيس النصر ما عجبه، كان من البداية قال أنا ما أبغى أفرط في حمد الله، ما أبغى أي أحد ياخذ نادي سعودي. صح ولا لا؟ ما أبغى يروح أي نادي سعودي، لكن يقول أوكي مرة أوكي وخلاص وحاضر، في الأخير يروح يشتكي يقول تم تحريض اللاعب واللاعب خاين. يعني كلمة خاين مرة كبيرة. لو تم فسخ العقد، بالله عليكم لو تم فسخ العقد من اللاعب أقول لكم خاين، ولكن تم فسخ عقده من إدارة النصر. أنا أحرض لاعب على فريقه وأخذه بنص العقد، يعني حتى اللاعب مو مستفيد شيء. صح ولا لا؟ أجيب لاعب وأحرضه على فريقه وأخليه يفسخ العقد وأجيبه بنص العقد، يعني حدث العاقل بما يعقل. لا طبعا، أنا أزيده. اوكي انا ازيده وخليه يجيني، بس يتنازل عن بعض الميزات عشان يجيني وبنص العقد. لهذه الدرجة هو كاره النصر؟ شرحيلي لما نزل على صفحته، لما رفض البلطان يجدد معه، كتب من يدفع لي 6 مليون وسيارة وفيلا سأوقع معه، دفعوا له الاتحاد ووقعوا معه، خلصت the end، خلصت القصة. بعدها زعل البلطان قال عندنا تسجيلات وعندنا كذا وراح نرفع قضية والأمور القانونية ماشية وماخذة مجراها. طب لحد الآن أنت ما قدمت شيء وهو انضم لينا. شرحيلي بنفسه قال لو في تسجيلات يطلعها، وأعطى اللجنة حساباته البنكية عشان يعرفوا إنه ما في أي تحويل مبلغ مادي من الإدارة لشرحيلي. يعني أنا بسألكم بالله عليكم، إدارة الاتحاد ما مشيت صح؟ يعني ما تعاقدت مع شرحيلي في الفترة المحرمة ومشيت مع حمد الله بناء على طلب من الداعم الأساسي في إدارة النصر؟ طيب وليه تطالبوا بخروج حامد؟ بهللة؟
من صغره ومن كبره، المهم الولد شهد شهادة حق، قال إذا في تسجيلات يطلعوها، وأنا متفاوض معاي الاتحاد في الفترة المحرمة، وأنا ما عندي أي فلوس جت في حسابي من نادي الاتحاد، كله كذب فك. لكن أنا اللي مستغربة لما يجي واحد يطلع يقول لي إحنا خاننا، إحنا نخنا، إحنا خدنا على قفانا، إحنا ما نرضى بالخيانة، نادي ما يمشي إلا من يعرف إيه، ويجلس يتبكبك. في الأخير يطلع كله. أنا بأفهم حاجة واحدة، كيف لجنة الاحتراف سمحت ب74 صفحة تتسرب في التحقيقات والاستدعاء، المفروض أنها تكون في سرية تامة، كيف تسربت؟ وفي إعلاميين، في إعلاميين طلعوا قالوا العقوبات موجودة عندنا بس ما نحن حابين نتكلم حتى تتكلم لجنة الاحتراف. طب كيف تسربت ليكم يا غجر؟ كيف تسربت؟ سؤال. ما في معقولة ما في سرية تامة في لجنة الاحتراف وحقوق وسوريا المحافظة على حقوق الأندية والإدارات؟ كيف تسربت 74 ورقة؟ أنا بفهم انطبعت في الجرائد، في جريدة الرياض وعكاظ والمدينة، معقولة؟ هذا اللي أنا بفهمه. عشان كده أنا بطلب من جماهير الاتحاد إنه بدل ما تجلسوا تقولوا حمد الله يطلع وبطيخ يطلع وحمد الله خرب، سوري حامد خرب النادي وورطنا، حامد مشي على طلب، مشي على أوامر، على صفقة جته من طبق من ذهب ما تعدى حدوده. إيش بو نادي الهلال؟ إيش بو نادي الهلال؟ نادي الهلال إن انحرم من التسجيل فترتين بسبب النصر، لكن الهلال ما تخاف عليه، الهلال عنده دكة يا حلاوة، وعنده لاعبين يا حلاوة، العناصر الأساسية زي اللي في الدكة، كفاية إنهم أخذوا عبد الإله وسعود، ما تخاف عليهم. مساء الورد، أهلا وسهلا. لا وكمان يقولوا لك اللاعب مطالبه كثيرة، حمد الله في النصر مطالبه كثيرة، طب احنا يوم جانا ما طلب شيء، جانا بنص العقد، اتخنق منكم ومشكلتنا. صح ولا لا؟ اتخنق منكم ومشكلتنا. انتوا فرطتوا في حمد الله عشان ابو بكر وتليكسا، بعدين تيجوا تزعلوا؟ فرطتوا في مرابط تيجوا تزعلوا؟ فرطتوا في بيتروس تيجوا تزعلوا؟ محرمين عليهم الأندية السعودية ولا إيه؟ يعني أنا أبقى أفهم، أحد يسألني مسلي يقول لي هل العضو أو الأمير ما يؤخذ بكلامه؟ كشاهد ما له دخل وهو الداعم الأساسي للنادي، معقولة؟
وتجيب الشاهد اللي هو سجل على حمد الله صديقه الصدوق عشان مبلغ مادي ما دفعوه له إدارة الاتحاد يروح ينتقم؟ فين اللجنة؟ ما تحقق في هذا الموضوع. الشغلة دخلت في رشاوي عادي. اللجان المفروض تعاقب، اللجان اللي بتتسرب منها تحقيقات وعدم المحافظة على حقوق الأندية. ومنها انه ما في حد اخذ حقه. اذا النصر اخذ حقهم بتوقفات المدير التنفيذي واللاعب والمساعد وغرامة. طيب فين غرامة التسجيلات؟ فين غرامة التسريبات؟ فين غرامة منع الجماهير من الحضور؟ برافو، وإن شاء الله نتمنى محور 8، نتمنى محور 8، ليش لا؟ وأنا قلتها أكثر من مرة، قلت مشكلتنا في الوسط، بس صعب إنك أنت تطالب بخروج برونو هنريكي وأنت ما عندك محور 8، صعب. يعني حابين تخسرونا لاعب وتخلونا نواجه نفس المشكلة ونفس الضعف اللي في الوسط؟ يعني ايش هتستفيد من حامد طارق حامد؟ قاطع كرات، لاعب 6 ممكن ينفعك في الوسط، لكن هو هينفعك في 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 منع الهجمات، هينفعك في مساعدة الهجوم، هينفعك يكون صانع كرات ثابتة؟ لا، فبلاش نجلس نضحك على بعض. احنا نبغى دبكة، ما عندنا دبكة. قصدك دكة؟ ايش اللي دبكة؟ مساك التحدي، اهلا وسهلا. المشكلة انه الامير قال التفاوض، مكتوبة عندكم التفاوض وبسرعة وبسرية تامة. اللاعب لما تفاوض مع حامد البلوي طلب انه التفاوض يكون رسمي. فين الخيانة في الموضوع؟ ما في اي خيانة، اللاعب بنفسه طلب التفاوض يكون رسمي. ولما حامد بدأ يرسل خطاب كتابي لإدارة النصر، النصر زعلت خلاص وركبهم مليون عفريت لما حمد الله جاب فيهم هدف وبدأ بالشكوى. طب ليه ما اشتكيتوا من أول؟ فينكم من أول؟ نايمين في العسل وتاكلوا رز ولبن مع الملائكة؟ أبيض يا ورد، دحين صحصحتوا؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا بالنسبة لي كمشجعة اتحادية كبندري شاهين، أنا أطالب بحقوق الاتحاد رد اعتبار، وما أطالب بخروج حامد البلوي، لأن حامد البلوي ما غلط في شيء، مشي على توجيه من الأمير، انعرض عليهم حمد الله. أنا أطالب برد اعتبار لفريقي. فين رد الاعتبار لفريقي اللي اتمنع من الجماهير من الحضور، اللي ترمت علبة القوارير الموية أو كاسات ورق anyway واتمنعوا الجماهير؟ فينا؟ فين حقنا؟ فين نزاهة عن الموضوع؟ فين التحكيم عن الموضوع؟ فين اللجان؟ اللجان لوحدها لازم تتعاقب. كيف تسربت 74 ورقة؟
بالعكس، انت المفروض تفتخر بناديك، ناديك محارب، ناديك محارب. اول ما يشوفون الاتحاد عمل صفقة يجنجنونهم. الاتحاد عقابه بس 4 شهور 6 شهور وغرامات، جنونهم. والموضوع قابل للاستئناف، ممكن الاستئناف يكون في صالحنا ويرجع حمد الله من الجولة الأولى، بس يكون في غرامة. صح ولا لا؟ السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ يا ربي لك الحمد. اسمع، تفضل. ايه اول شيء نبغى تكلم، وثاني شيء انمار الحايل والله ما قصر في الاداره، زبط الاداره والله، انا اقول لك اياها زبط الاداره. شوف الصفقات اللي جت، اللي جابها حلوة. يا عزيزي، أنمار الحائل يسدد عن الإدارات السابقة وشال الديون 400 مليون، أنت مستوعب؟ أنا معاك، كلامك سليم، أنا معاك، كلامك سليم، أنا معاك، كلامك سليم. بس أنمار يعجبني، يعجبني والله، أنمار عجبني. كفاية إنه ما بيرد على أحد، ما بيرد، بيقول ما نحن فاضيين، بكيفكم ولعلمكم. تجاهلت، تجاهلت. أبى أقول لك على حاجة، في أوراق وملفات يقول لك راح تودي النصب 60 داهية لحد لما طلعها أنمار. يتجاهلهم الأندية الثانية، يتجاهلهم. أنمار يعجبني والله، يعجبني أنمار. طيب إذا كان أقرب واحد للبلطان وطلع البلطان ببيان صحفي عشان شرحيلي وما رد. كذب، كذب والله، هذا تسجيل حق حمد الله، كذب، كذب. لا، يقولون لك انه صار في تحليل من جهة معينة وطلع الصوت اللي في الجوال فعلا صوت حمد الله، بس حمد الله لما تكلم قال لهم انا ابغى يكون تفاوض رسمي. وين خائن؟ وين الخائن اذا طلب تفاوض رسمي؟ لما عرفت ادارة النصر انه في رغبة من اللاعب انه يتجه للاتحاد فسخوا عقده. والله كذب، والله كذب، كذب، التسجيل كذب. انت ما شفتي، انت ما شفتي ذا شو اسمه ولد الفراج؟ شفتي انت صح؟ شفت لما يقول تسجيل مفبرك، ما ادري بيطيحوا حامد ابلوي في مشكلة. هذا الكلام أول، لكن لما جاء تسريب دحين كتب في البيان إنه الصوت صوت حمد الله. في البيان الأوراق اللي تسربت من لجنة الاحتراف كتب أن الصوت صوت اللاعب حمد الله، ولكن أنا بقول لك أنا ماني مشكلتي التسجيل، التسجيل ممكن لجنة الاحتراف تاخذ منه موقف لأنه غير قانوني، ولكن اللاعب في التسجيل طلب التفاوض معه بطريقة رسمية، يعني أرسله خطاب كتابي. ولكن أنا بقول لك إنه الأمير كلمته عقد، كيف ما أخذ فيها مسلي؟ شوف هذا نادي، اللي شوف مجنني. شوف نادي الهلال، يدعموه الأمراء، يدعموه الأمراء، يرقوا وراء الهلال ترى. في شوف أنا بقول لك الحاجة، في السلام حلقة عليكم. مفقودة، أهلا سلام وسهلا، في عليكم. حلقة هلا. مفقودة في الموضوع بس ما نحن قادرين نوصل ليها. أكثر نادي أخذ دعم الهلال، أكثر عن نادي النصر أخذ دعم واسطة عنه. الهلال. نعم، النصر والهلال، النصر والهلال عندهم واسطة، الهلال عنده وليد بن طلال ترى، والنصر عندهم أمير، الاتحاد ما عنده أحد. أكيد الاتحاد الاتحاد ما عنده حد. وين أيامك يا نور؟ وين أيامك يا عنده نور؟ أنمار، وين أيام مصر بلوي؟ عنده أنمار، أنمار وكعك لحالهم شغالين.
ما عندنا المشكلة يندم. إن أنتوا تقولوا فينك يا منصور البلوي؟ طب قدروا يشيلوا منصور؟ قدروا والله روح منصور منصور، خلاص راح لافين زمان. دحين منصور، والله ما حد يقدر يفوز علينا، والله العظيم لافين دحين منصور بلوي بس ما حد يقدر يفوز علينا، ما حد يقدر يفوز علينا. حاليا الاتحاد مكتمل ناقص ومحور نفس نوعية بانيجا، وربي ما حد يوقفنا. والله لو استمرنا على هنريكي وطارق حامد بناكلها والله. والله شوف، اذا ما في بديل لبرونو هنريكي ايش تبغانا نسوي؟ نطلع برونو هنريكي ويقعد الوسط كذا يصفق هوا بس؟ شوف يا لا حبيبي، لا انا نستمر على عادي، لكن انا نفسي بديل يجي له زي باريخو. باريخو حق فرنسا ممتاز. هو باريخو او بانيجا، هذول الاثنين ما في منهم صراحة. المشكلة يا أختي الاتحاد كامل ما عنده وسط مبتكر، نبغى وسط مبتكر نفس نوعية باريخو، ورب البيت الاتحاد عانى منه. احنا نبغى دكة، ما عندنا دكة احنا. انت بتستوعبه؟ هذه المشكلة، انت بتستوعب؟ دكتك أبو عصيدة والمحاميد هذول ورب البيت ما يجيبوا لك درجة أولى. اي الا والله، عندك كمان وشوف بحسين، وعندك الناشري، وعندك الزهراني، وعندك لا السميري، الناشري، وعندك الناشري الناشري يعجبني، والله يعجبني الناشري، عمره صغير ممتاز ممتاز وخبرة، الولد، بس ياخذ فرصة أكثر. لو يعتمد عليه انه انا سنتس، واقسم بالله لا، والله يطلع، والله يطلع. هذول ممتازين ما نختلف، حسين الناشري والزهراني كلهم ممتازين، بس حاسه بدل قراهي برضه نحتاج وسط وجناح. الأندية كلها رافضة تبيع للاتحاد انتوا عارفين انا زعلانة اكتر شيء على مين؟ الحين. على مين؟ عبد على المحسن مين؟ فلاتي. ليه زعلانة الله منه؟ ياخذه. لا حرام عليك، لا تدعي على واحد مسلم، ولكن عبد المحسن فلاتة ما اخذ فرصته. الولد ترى يلعب، الولد يلعب، وشفناه مع مباراتنا يا مع أختي الهلال ايام كاريلي، يا هو اول أختي واحد استفتح بهدف في الهلال بس ما اخذ فرصة. أيوة طيب أعطاك معاك ما رب. أعطاه فرصة. والله والله هو الولد مكان ممتاز، الاتحاد الصدق نفس كمان. الولد ممتاز، ولو راح أي نادي ثاني صغير، الفرق الصغرى ومؤخرة الترتيب، راح تشوفوا كيف مستواه. ما أخذ فرصته الولد. يا ناس يا جماعة، ترى حقيقة الدكة تكتر، الدكة أقول لك تكتر. والله الدكة، احنا نبغى دكة والله بس، والله صادقة والله احنا صدق نبغى دكة بس، ما والله فعلا. والباقي مشروع. أنا عن نفسي، أهلا أنا عن نفسي وسهلا. على دقيقة بس أرحب واحد نصراوي عشان ما يفكروا إن إحنا قاعدين نحش فيهم أو ضدهم، إحنا نتكلم بحقائق ووقائع، لكن نادي النصر يحترم. مو كل جماهير النصر صح زي العالم. المطبلين، أيوة مو كل جماهير النصر زي المطبلين مع الإعلاميين، لا، في جماهير واقعيين ومحترمين. أنا عندي في حسابي في تويتر واليوتيوب فعلا وتيك توك نصراويين جماهير، والله زي العسل، يقولوا كلمة الحق. وفي مطبلين مع الإعلاميين، هذا مالنا شغل فيهم. هذول في كل نادي، في كل نادي المطبلين، مو في النصر بس، في يا أخي شخصيات ما عندك إعلام، واقعيين يقولوا عندك اسمه. إعلاميين، عندك إعلاميين نصراويين قاعدين ياخذوا نجوميتهم بمواضيعهم عن الاتحاد فقط، إنه يتكلم عن فريقه، أبدا يتكلم عن الاتحاد. المراسيل ورب البيت، لا تجيب سيرته. المراسيل باقي اللي يموت. اقول اسمه مزكي ولا ايش؟ انا ما يطيقني، انا لما في تويتر يفتح مساحات واطلب مايك يقول لي كده بالاسم بندري شاهين، ما في مايك لانه عارفني. اوه ما يتحمل النقد، يحب ينتقد بس. لكن في جماهير في فريق النصر، لا والله يحترموا، وناس حقانيين واقعين، حتى لما تناقشت معاهم في موضوع تليكسا ادوني اياها كده 1 2 3 بالمواضيع، ايش اللي صار، ايش اللي حصل، ايش، وقالوا لي انه احنا هم مسلي غلطان لانه استغنى عن حمد الله بسبب تليكس ابو بكر وما استفدنا حاجه، يعني كانوا واقعيين. في ناس يقولون لك لا خاين. ايوه انا اعرفهم كثيرين من عندي من الحارة. بتكلم عن مكة تقتل،
انا العب مع نادي هنا، ولما بعض الاوقات يجيني رغبه العب ويخلوني دكه وربع اتحطم، خلاص اكره الكوره. هي هذه في شيء من تحت الكواليس، في حلقة مفقودة مو قادرين نوصل لها. هي الدكة فعلا ورب تقتل الحماس اللاعب بالمرة، يعني انت تروح تبغى تلعب، تبغى تشتهي، تبغى تسوي شيء، في النهاية يجون يرموك طيب دكة خلاص. خلوني بالله، خلوني بس أقرأ لكم هذا الجزئية عشان تصدقوني إيش مكتوب في البيان. يقول لك فينها أيوة، تم عرض اللاعب حمد الله عن طريق الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، وقال سأتواصل مع أنمار لإنهاء الصفقة، واتصل على مسلي من جواله الخاص، وقال لمسلي تواصل مع أنمار لإنهاء الصفقة، وقامت الإدارة بإخبار حامد أن يبدأ التفاوض وبسرعة، والرد عليهما في أقرب وقت، ويكون التفاوض في سرية تامة. هتخيل هذا الشيء مكتوب في التسريب، تخيل. يقولون لك اقول لك خائن، في الصدمة، خائن وحمد الله وحامد يمشي. في شيء ورا الكواليس صدق. مستحيل حامد وعمار يسوون شيء بدون. حامد، بيقول لك ال حامد ال ما ال ما ما حامد ما يروح على الاتحاد، حامد بلا ما يروح على الاتحاد. ما هيستغنى عنه أنمار عشان النصر، ورب هم البيت يا عارفين عيال، النصر. مقهور من حامد الدوسري هذاك اللي سرب التسجيلات. انتم مستوعبين انه في نصراويين واقفين مع ادارتهم للان، هم عارفين الاداره غلطانه، واحنا عارفين انه حامد اتصرف عن طريق امر جاء انه يتم التفاوض مع اللاعب، يقولوا حامد خرب النادي خليه يخرج. كيف خرب لا لا النادي؟ هم كيف اصلا النصراوية شغالين تطبيع لمسل، لانه هو اللي وقف الهلال عشان هذا الشيء. لا، احنا ليه ما نوقف مع ادارتنا؟ ليش نقعد نخبط في بعض؟ همهم الهلال بس، مو الاتحاد. مساء النور. لا بس انا بقول لك انه الذاكرة من أسئلة. لا الهلاليين وقفون مع ادارتهم، والنصر وقفوا مع ادارتهم، احنا ليش ما نوقف مع ادارتنا؟ ليش دائما احنا ضد الادارة تصرفت اي تصرف؟ طب التصرف كان في صالحنا، والله يعني كلامك سليم، لو مو في صالحنا ما كان القرارات كلامك جت صدق. كده، يعني سهلة القرارات، توقف وغرامة فقط. ايوه سهلة تمشي. اشوف الناس ترى جالسين صايحون على الادارة، تو ده طالع من جروب اتحادي، ورب البيت جالسين يسبون حتى في عندهم. هذول اللي مشخصنينها ويبغوا كل حاجة تصير بسرعة، يعني تصحى تنام تلاقي حامد مشي، تصحى تنام تلاقي محور 8. هو مو كرتون بطاطا. صعب تجيب محور 8 بالسهولة. في لاعب متأهل، لكن الإدارة شكلها جالسة تختار لاعب ممتاز، لكن إذا استمرار على الريكي وش نسوي؟ خلاص ما عندنا إلا هو نستمر عليه. عندك با حسين، عندك الناشري، مشي فيهم لين الشتوية، بس الشتوية ما تسجل. لا الشتوية ما تسجل، ولكن انتوا لا تستعجلوا، ممكن نجيب لاعب زي فيليبي 6 شهور، أنا أقول لك لغاية ما تعدي هذه الغيمة، ما تدروا. أقول لك الإدارة توقع منها أي شيء. تدرين حجازي صفقته كانت متى؟ آخر لحظة في الستوية وقتها، صح. يعني توقع أي شيء. وحتى لو توقف حمد الله، وحتى لو ما كان عندنا مهاجم، في توقف حمد الله هيرجع في الجولة 8 والتاسعة. عندك روما وكورونادو كنا معتمدين ايوه عليهم من قبل ما يجي حمد ايوه الله، وعندك هيلدلر كوستا، وعندك العبود، وعندك البيشي، يعني عندك هجوم ممتاز. ايوه ايوه رام هجوم يعد الغلط. ايوه، ما يقعد يقولوا لي لا احنا من غير مهاجم وحمد الله صار عالة على الفريق، ايش الكلام ده؟ رام مع كرنادي وراه ورب البيت يسوون شغل لحالهم هذول الاثنين. تعبت وأنا أقول أدعم الفريق،
أدعموا الإدارة، لازم نكون معاهم، لازم نكون صوت واحد، لازم نفتخر بحمد الله، بأنمار، بحامد، لا نعطي النصر على قد تفكيرهم وعلى قد نيتهم للاتحاد، لا، نوقف مع إدارتنا. انا شوف، انا مع الاداره، لكن انا نفسيا من عندي جروبات اتحاد، انت دافع باللي تقدر عندي عليه جروبات واللي اتحاديه كلهم يصبوا في انمار وكلهم. انت دافع باللي تقدر عليه واللي يملي عليك ضميرك، يلا سيبهم سيبهم يتكلموا في الهوا، ترى with yourself مع نفسهم. عن فهد المولد قالوا لي انت تدعمي واحد حق منشطات، بالله ايش الكلام ده، وانت تدعمي الفاشلين، قلت احنا محتاجين محليين، تفرط في لعبك ليه، جدد معاه سنة وخلاص. انت محتاج يكون عندك دكة محاور سوري أظهرة وأجنحة، قوي الأجنحة عندك. يعني فهد غلطته الوحيدة برضو فهد انه ما بلغ الجهاز الطبي ولا بلغ الادارة انه صرف له علاج في محظور بس، لكن ما خدوا كده بمزاجه بكيفه، انصرف ليه من مستشفى حكومي في روشتة، انهم ما ياخذوا بكلام الروشتة ولا كلام المحامي ولا كلام اللاعب، هذه مقصودة. شيء محزن، شيء محزن لما يكون إعلام غير ناديك يمسك ناديك ويشرشحه ويجيك جماهير تشرشح في النادي والإدارة، صعب. انت عندك فريق صار نفسه طويل في المنافسات وفي الدوري وفي البطولات، عندك فريق عنده عناصر ممتازة ومدرب، عندك إدارة خلصتك من ديون والتزامات، لازم توقف معاها وتدعمها، مش هتخسر. تبغوا كل شيء خبط لزق كرتون بطاطا هو بسرعة؟ لا طبعا، الاستعجال الزايد هو اللي ودانا في دوكا، زي ما استعجلنا في أندريه فيليبي. أتمنى من بثي هذا أنه يوصل ليكم تدعموا، أهلا وسهلا فيك، تدعموا الإدارة، ادعموا إدارتكم، ولا تصدقوا أي أحد يتكلم، والبيان عندكم، الإحداثيات والتسريبات لجنة الاحتراف كله عندكم، أقروه مرة واثنين وثلاثة، والبنود واللائحات، لا تتهموا أي أحد. حامد البلوي ما ورط الفريق، وحمد الله مو خاين، كل شيء موجود في التحقيق والاستدعاء والاستجواب. استهبل على بعض، يعطيكم العافية وشكرا ليكم.